تفقد محافظ شمال سيناء خالد مجاور بعض المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية في بداية الموسم الدراسي الجديد، وأكد على انتظام العمل بالمدارس وفقا للتعليمات واللوائح المقررة. وخلال جولة تفقدية بمدارس منطقة الجورة والحسنة، أكد محافظ شمال سيناء اهتمام الدولة بالمناطق النائية، حيث وصل عدد المدارس إلى 623 مدرسة. جولة تفقدية قام بها محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور في قرى مختلفة بالمحافظة للاطمئنان على سير العملية التعليمية في بداية الموسم الدراسي الجديد، حيث أكد على انتظام العمل بالمدارس وفقا للتعليمات واللوائح المقررة. احنا مش جايين نفتش على المدرسة والانصراف والصبورة موجودة والكلام ده، لا خالص، احنا جايين نشوف الحالة المعنوية للطالب، مدى الاهتمام بال المشاكل البسيطة، المواصلات وهكذا. لكن حقيقة دي برضو من المدارس الكويسة. احنا على فكرة جينا هنا غير مخطط، يعني ممكن حضرتك كنت معنا في المدرسة اللي فاتت، احنا قلنا رايحين الحسنة بس قلناش رايحين في مين. اول مدرسة قابلناها دخلنا عشان الوقت اللي المفروض ان هم بيخلصوا في توقيت معين، والحمد لله اللي احنا لحقناهم، قدرنا حديث مع الطلبة، قدرنا حديث مع او الطالبات، يعني قدرنا حديث مع المدرسين، مع العاملين في المدرسة. لا، هناك روح معنوية عالية جدا وإصرار على إتمام العملية التعليمية بمنتهى الجد. الجولة التي شملت مدرسة بمنطقة الجورة وأخرى بمنطقة الحسنة أكدت على اهتمام الدولة بالمناطق النائية، حيث وصل عدد المدارس إلى 623 مدرسة بعد أن كانت 80، وهو ما يعكس الأمن والاستقرار الذي تعيشه محافظة شمال سيناء. محافظة شمال سيناء تكاد تكون دلوقتي إحنا ما فيش عندنا نوعية من نوعيات التعليم غير موجودة في داخل المحافظة. كافة نوعيات التعليم موجودة، هنتكلم عن المدارس الرسمية لغات أو التجريبيات موجودة بكثرة، ارتفع عددها من مدرسة ومدرستين، دلوقتي عندنا 10 مدارس، مدارس المصرية اليابانية، مدارس التربية الخاصة، عندنا كذلك المدارس الفنية بكل نوعيتها موجودة، عندنا مدرسة فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية، مدرسة التلول البحرية دي موجودة في منطقة بير العبد على الساحل، إن شاء الله دي داخل الخدمة. عندي خطط إنشاءات موجودة، أنا بتكلم على الإنشاءات عموما، خطة الإنشاءات موجودة سنوية فيما يتناسب مع عدد السكان الموجود، لأن أنا عندي معايير معينة بحيث يبدأ إمتى ألاقي في مدرسة ابتدائي فين وإعدادي فين وثانوي فين وحدود المسافات بتاعتهم، وفي عندي مجمعات تنموية كلها بتكامل فيها مدارس جديدة، وزي ما أنت شفت كده إحنا موجود في الجورة وفي نجع شبانة وفي الطويلة. وفي نهاية الجولة أكد المحافظ على انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة والمقيد بها نحو 123,319 طالب وطالبة، ويعمل بها نحو 9,000 معلما ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.